الاستاد مقاول العرب طبعا، ومع الان الكابتن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الداخليه. كابتن هيثم بيقول لك اداء النهارده يعني جيد في الشوط الاول، تراجع في الشوط الثاني النهارده ادى الى هزيمه النهارده فريق الداخليه بسبب اهداف مقابل هدف. شايف الهزيمه ازاي امام النهارده فريق الاستاد؟ برحب بيك يا عمر في البدايه، وبرحب بكل كباتنا في الاستوديو. لا الحقيقه احنا ما فيش اي تحسن، يعني انا مش شايف اداء جيد الشوط الاول يعني الحقيقه، يعني ممكن يكون مختلف معاك في القصه دي. احنا طول المباراه انا مش شايف ان احنا الحفاظ على النتيجه. نعم بقصد الحفاظ على النتيجه. لا هما تقدموا في اخر ثانيه في الشوط الاولاني، لكن ده مش ده المستوى اللي انا كنت مستنيه من المجموعه الحقيقه. كنا يعني عاملين ثلاث مباريات الى حد كبير بشكل جيد خلال المرحله اللي فاتت، كنت مستني الافضل النهارده. الحقيقه ما قدمناش اللي انا كنت بدور عليه يعني. والحقيقه يعني ببارك طبعا لنادي زد، يستحقوا المكسب، هما كانوا افضل على مدار المباراه، حاولوا طول الوقت، واحنا يعني محاولاتنا كانت الى حد كبير قليله على غير المعتاد. يعني احنا كل الماتشات اللي فاتت احنا كانت الفرص اللي علينا كانت قليله جدا، وعدد الفرص اللي لينا المتاحه لينا ان احنا نسجل من خلالها كانت اكتر. النهارده انا ما شفتش الكلام دوت، ما نستحقش، احنا فعلا ما نستحقش اي حاجه النهارده. لكن ان شاء الله باذنك يا رب يعني بنحاول نتجاوز المباراه دي، مباراه للنسيان بالنسبه لنا. عندنا مباراه كمان 4 ايام مع الاتحاد السكندري، مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا، بنحاول بقدر الإمكان إن احنا إن شاء الله نرجع في الجيم ده، لأن طبعا شخصية التيم أهم من أي حاجة، ورجوعنا خلال إن شاء الله المباراة الجاية هيكون يعني إن شاء الله هو ده اللي بنأمل فيه إن شاء الله. كابتن هيثم، شايف فترة يناير يعني قادرة هي تغير من شكل وملامح فريق الداخلية في ظل تدعيمات وتدعيم بعض المراكز، ولا أنت شايف لسه الأمور ماشية إزاي في ظل طبعا كاتك لفريق 4 مباريات ممكن تكون توصلت لنقاط القوة والضعف اللي فات؟ دي حقيقة. احنا يعني مسألة الانتدابات كنت بتسأل عليها من حوالي فترة، كنت دايما قافل الملف ده باستمرار على اعتبار ان يعني انا كنت عايز اشتغل على خلال الفترة اللي فاتت دي، 5 مباريات اللي هم قبل يناير من ساعة ما توليت المسؤولية، عشان اقيم مدى انتاجية المجموعة اللي موجودة، وبالتالي هشوف ايه مدى الاحتياجات اللي احنا محتاجينها خلال الفتره الجايه. برضو احنا كنادي الداخليه عندنا قدرات ماديه معينه وظروف معينه بنشتغل من خلالها، يعني الانتدابات هنحاول بقدر الامكان ان احنا يعني نشوف طبقا لمعطيات المجموعه اللي شغاله، هل احنا محتاجين عناصر كتير، محتاجين عناصر عدد قليله، عدد محدود. ده اللي هيقوله نتيجه ال5 مباريات دولت من خلال انتاجيه المجموعه الموجوده. الله بالتوفيق ليك يا كابتن هيثم وفريق الداخليه. شكرا يا طبعا، شكرا شكرا. الزميل العزيز كريم خطاب، ده كان لقاء مع الكابتن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الداخليه. الان اعود لك لاستوديو التحليل.